اختي نقول لك اللي كاين. انا اللي شفت، انا الصباح كنت دايز في الطاكسي مع شي 5 الصباح، دايز من شارع النيل، كيبان لي السيد عما. الا كان هو، انا كنأكد الا كان هو السيد عما ومعاه جوج الاشخاص اللي معاه، كان هذا غادي بالعصا ديالو وضارب ساكادو فوق الدار عما. كنقول لك 5 الصباح مع جوج الناس، الا كانوا هما انا راه بلغت، ولكن هذوك الناس راه ما حققش فيهم مزيان. حققت في السيد اللي داير نضادر وعما، هو اللي كان هاز العصا الطويله اللي كيتمشى بها مع جوج الناس. راه كاينين الاجراءات تما، الناس ديال السلطات راه عارفين كاينين الكاميرات تما، وهادي يرجعوا الكاميرات اللي كاينين تما ويشوفوا هذوك الناس اللي كانوا غادي معاه قبل من 25 لي بحال غادي لريدا قديره، من 25 لي حدا الحمام تقريبا. انا شفتو بين الحمام والقهوه، شفتو تما شكون هما اللي تلقاو لي. انا مرحبا يتلقى اللي بغى يتلقى، مرحبا ما كنخاف من حتى واحد، كنخاف من الله. بوليس مرحبا، هادو اللي قتلوا يجيو مرحبا، ما عنديش مشكل، الخوف من الله سبحانه وتعالى، نخافوا من البشر كما نعيشوا في هذه البلاد كاع. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.